البروفيسور كمال يوسف تومي من أكبر علماء الهندسة الميكانيكية في العالم ومن أبناء الجزائر البررة، ذاك الذي يحمل متلازمة الكفاءة والبساطة. ولد بقصر البخاري بولاية المدية سنة 54-900 و1000، تربى يتيم الأب. نشأ البروفيسور كمال تومي وزاول دراسته بمسقط رأسه. المفارقة العجيبة أن كمال تومي كان يكره الذهاب إلى المدرسة ليتعلم كغيره من الأطفال، لكنه كان يخلو إلى زاوية من سطح بيتهم مصمماً وصانعاً لبعض الآلات الميكانيكية. وما تبقى من الوقت يقضيه مع ميكانيكي الحي، يفكك ويركب المحركات من شتى الأنواع. وبطبيعة الحال كان يلقى اللوم من أمه التي كانت تمتعض من رؤيته متسخاً ومهملاً لدراسته وواجباته المنزلية. بعد بضعة أشهر قضاها بجامعة باب الزوار، أتاحت له شركة سوناكوم فرصة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنح التي كانت تمنحها الشركة الوطنية للدراسة بالخارج. انتقل الاهتمام إلى الهندسة الميكانيكية، فكان أول تتويج من جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو بشهادة مهندس شهر جوان 1979. شغف التعمق في هذا التخصص والشعور بنقص التكوين جعل البروفيسور يعزف عن فكرة الرجوع إلى الجزائر لينطلق في طرق أبواب عدة جامعات أمريكية، فجاء الرد من جامعة MIT لتبدأ قصة عشق جميلة بين كمال تومي وأعتد الجامعات الأمريكية وأشهرها. الفصل الأول من هذه القصة انتهى بحصول البروفيسور كمال تومي على شهادة الماستر في علوم الهندسة الميكانيكية شهر جوان 81، ليدهش بعدها العالم باختراعه لأسرع آلي في العالم، وذلك سنة 83، لينال على إثرها شهادة الدكتوراه سنة 85 بأطروحاته في التصميم التحليلي والتحكم، ليفتح بعدها باب آخر للبروفيسور، وهذه المرة في مجال التدريس والتكوين، وعين أستاذا مشرفا على أبحاث الطلبة على الصعيد العالمي إلى غاية يومنا هذا. المؤهلات العلمية التي يحوزها البروفيسور مكنته من أن يكون خبيراً ومستشاراً للكثير من الشركات والمخابر العالمية في عديد براءات الاختراع في مجالات دقيقة جداً من علم الهندسة الإلكترونية، إما منفرداً أو بمشاركة علماء آخرين. وهو حالياً مدير مشارك في مركز الطاقة النظيفة وعضو المؤسسة الوطنية للعلوم بواشنطن وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. كما نال العديد من التكريمات وحصد العديد من الجوائز وكرم جزاءً لمجهوداته من طرف شخصيات عديدة من أمثال تيد كينيدي عضو الكونغرس الأمريكي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، بالإضافة إلى تكريمات داخل وخارج الجزائر. رغم ما توصل إليه البروفيسور كمال تومي إلا أنه يتميز دائما بتواضعه وأخلاقه العالية، وكذا فخره واعتزازه الجلي بوطنه الجزائر وبلغته العربية وبدينه الإسلامي، فهو من رفع ذات يوم صوت الحق مؤذنا في إحدى كنائس بوسطن، وافتتح لقاءات عالمية بالذكر الحكيم في كثير من المحافل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالقاسم حبة، سليل مدينة وادي سوف المحافظة، والتي أنجبت أحد عباقرة هذا الزمان. والداه ينحدران من ولاية بسكرة والتي تربى فيها فترة من الزمن. درت الدراسة ليكول بريمير كامل في المغير، ومن بعد رحت للليسي، درت قريت في الليسي الأمير عبد القادر في توكورت. في 76 رحت لباب الزوار، درت دراسة فيزيك. إثر إنهاء دراسته الجامعية في الفيزياء بجامعة باب الزوار، تحصل على منحة دراسية بأمريكا، وبالضبط بجامعة ستانفورد والتي تضم عباقرة العالم. درت ماجستير في فيزيك أبليكي، أبلايد فيزيكس،
ومن بعد هذا ماجستير في ماتيريال ساينس، ومن بعد هذا الدكتوراه في الطاقة الشمسية. بعد ذلك انضم بالقاسم حبة إلى مؤسسي شركة في مجال التكنولوجيا المتطورة على غرار جوجل وياهو في سيليكون فالي، والتي أصبحت الآن من أكبر الشركات في العالم ولها فروع في معظم الدول، إذ أن بالقاسم يعد أحد أكبر مسؤوليها. بالقاسم، أو كما يصفه زملاؤه، بالظاهرة الفريدة التي لن تتكرر، فالتكنولوجيا اللاسلكية تطورت كثيرا بسببه. بال مثل ما نفضل مناداته بالقاسم كان فعالا في مساعدتنا لتطوير إبداعاتنا التي اتخذت مكانة في السوق. لقد كان من بين المعالم في شركة تيسيرا، وله باع كبير في باقي المؤسسات بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يقترن اسمه بها. كل هذا مهم جدا لشركة تيسيرا التي تخترع تكنولوجية وأفكار جديدة للمؤسسات الصناعية. بالقاسم كان المفتاح في هذا المسار. يبدو لي أنه يستلهمني، إنه رجل خارق للعادة من بين الناس الذين لم أكن أتوقع ملاقاتهم. إنه شخص قادر على استيعاب أشياء كثيرة جدا. لقد قام برحلة عجيبة من قرية نائية بالجزائر لاقتحام عالم التكنولوجيا. رحلته ألهمتني أنا الآخر، وجعلت منه أحسن وأبدع المخترعين في مجال الطواقم الإلكترونية. حصل لي الشرف العمل مع بالقاسم لمدة 5 سنوات، وذلك في مجال استغلال التكنولوجيا الجديدة وتطوير أعمال جديدة لشركة تيسيرا حول العالم. إنه مخترع وملم بمجال واسع والتكنولوجيات التي ترعاها مؤسسة تيسيرا. عندما حطت المركبة الفضائية كيريوسيتي على سطح المريخ، كان هذا الرجل في هذا البيت في هذه الضاحية من ولاية دلاوير، يفتح خط هاتفه للاتصال بوالدته في ضواحي العاصمة الجزائرية لسماع تبريكاتها. كنت فرحان بزاف لأنه كانوا مشاكل كبار باش يتنحط بكل كما انحطت. تلك اللحظة التي حققت حلما إنسانيا تاريخيا شكلت قمة أحلام نور الدين ميليكيشي، خريج الجامعة الجزائرية قبل 30 عاما، قبل أن يستقر في الولايات المتحدة ويختارها محطة لطموحاته العلمية والشخصية. تكلمت مع زوجتي، تكلمت مع بنتي ووليدي، وتكلمت مع العائلة تاعي في الجزائر، تكلمت معهم، وتكلمت بالطبع مع اللي يخدموا معايا، لكل يعني اللي يخدموا معايا. في هذا المخبر يعمل نور الدين وفريق من المساعدين على مدار الساعة لرصد كل ما ترسله كيروزيتي من المريخ من إشارات وصور، وفي هذه الغرفة الصغيرة يتم تحليل الصور التي تصل من هناك قبل أن تحول إلى المقر المركزي لوكالة الفضاء الأمريكية. ما نقوم به هو قراءة الإشارات التي تصلنا من المركبة من فوق المريخ ونحولها إلى صور أخرى قبل أن تتم قراءتها وتحليلها. قصة نور الدين وراءها رحلة طويلة من التضحيات، لكن نور الدين يقول إن الفضل في كل ما وصل إليه يعود إلى ما وجده من رعاية في أمريكا. الدكتور ميكليشي رجل عظيم، إنه محفز لنا بطبيعته ويحب ما يقوم به إلى درجة لا توصف. في دلاوير حيث اختار نور الدين الحياة مع عائلته، وحيث يرأس قسم الأبحاث العلمية بجامعاتها، عينه حاكم الولاية سفيرا رمزيا لدى كوكب المريخ، ووضعوا لوحة على سيارته تقول إن سيارة الثانية تتحرك فوق سطح المريخ. في خضم كل ذلك لا يزال نور الدين هو ذلك الرجل الذي يصر على أن يظل ابن بلده، الذي يفلح الأرض في ساعات فراغه ويهدي أمه حبات التين عندما تأتي لزيارته من الجزائر.